عن جد، بس ازاي لحد النهارده مش عارف اسوي الارض كويس، حته عاليه وحته واطيه والمحصول مش قد كده. قالوا ميكانه جبنا الجرار يسوي وينعم ويقصب، بس برضه لابد من المنهده دي بعد كل محصول. مفيش حاجه تسوي الارض كويس وعلى طول. قالوا للليزر، بس دي حاجه ما نعرفهاش ولا نعرف نجيبها منين. يا ترى ايه الحل؟ المصري القديم عرف الزراعه قبل ان يعرفها البشر، ونقلها عنه الاخرون منذ نحو 7000 عام. ومنذ ذلك الحين كان المصري القديم يستخدم المحراث في الحرث، ويستخدم الماشية في تسوية الأرض وتزحيفها. والمصري أول زارع في التاريخ لا يقف مكتوف اليدين أمام كل تقدم وكل عمل يخدم زراعته وأرضه. ولا شك أن أعمال تسوية الأرض بالليزر التي تقوم بها أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تؤدي في الأساس إلى حسن توزيع المياه ووصولها إلى البذور في مكانها، مما يؤدي إلى أفضل إنبات للبذور ويمنع عملية التطبيل أو التفقيع في التربة. ولقد اعتمد الزارع طويلا على الطرق التقليدية القديمة في تسوية الأرض، حيث كان الفلاح يستخدم المحراث البلدي ثم يقوم بعملية التزحيف والتقصيب والهرس والتنعيم بالطرق التقليدية القديمة التي لم تكن تعطي أفضل النتائج في تسوية الأرض. وحتى عندما استخدم الفلاح الجرار الزراعية في حرث الأرض وفي جر الزحافة والقصبية لتسوية الأرض، لم تكن النتائج أفضل كثيرا من الطرق البدائية. ربما كانت النتائج أسرع ولكن لم تكن أفضل. ولقد استمر الحال كذلك حتى توصل العلم أخيرا إلى طرق التسوية بالليزر، وهي المستخدمة حاليا في الزراعة المتقدمة الحديثة، والتي تستخدم الآن بمصر وعلى نطاق واسع بداية من السبعينيات، وذلك في الأراضي المستصلحة، وبدأت تعمم فيما بعد على معظم الأراضي الزراعية. فالتسوية بالليزر تصلح لجميع المحاصيل وجميع أنواع التربة، لأن الغرض منها هو حسن توزيع المياه وإعداد أفضل مهد للبذور، كما أنها تبقي الأرض مستوية لفترات طويلة، وليست كالتسوية اليدوية التي تصلح لمحصول واحد، حيث أن الأرض المسواة بالليزر تظل مستوية لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات. والتسوية بالليزر تتم من خلال وحدة مكونة من 3 أجزاء، وهي وحدة الإرسال ووحدة الاستقبال ثم وحدة التحكم. وحدة الإرسال وظيفتها إرسال الأشعة، وهي عبارة عن رأس به عداد مرقم وكذلك سهم في اتجاه الري، وتلحق وحدة الاستقبال والتحكم بجرار زراعي أثناء العملية. أما وحدة الاستقبال فهي عبارة عن مسطرة مدرجة، جزء منها خاص بالأراضي المرتفعة وجزء خاص بالأراضي المنخفضة وجزء للمنسوب المتوسط. أما وحدة التحكم فهي عبارة عن كنترول به 3 لمبات حمراء وخضراء وصفراء تشير إلى طبيعة الأرض ومستوياتها. وتتم عملية تشغيل وحدة التسوية بالليزر بعد ضبط جهاز الإرسال وتحديد الميل المطلوب، وعادة ما يكون 5 سنتيمترات في كل 100 متر. ويتم ضبط القصابية ثم تحديد المنسوب المتوسط، وهو عبارة عن المسافة بين الشعاع الخارج من جهاز الإرسال وسن القصابية من سطح الأرض. ويبدأ العمل من حيث تكون حركة الجرار من الأماكن العالية إلى الأماكن المنخفضة حتى تكون الأرض مستوية تماما. وتتميز تسوية الأرض بالليزر بأنها تعطي أفضل طريقة للري، حيث تقلل من كمية المياه اللازمة على الفدان،
وتقدم افضل طريقه لانبات البذور، مما يؤدي الى ارتفاع انتاجيه الفدان المحصوليه، وتؤدي ايضا الى تناسب النباتات في الحقول وتقليل العماله اليدويه اللازمه لعمليه الري، واخيرا تؤدي الى تحسين طبيعه التربه الزراعيه لفترات طويله. كما ان تسويه بالليزر تضمن للفلاح المحافظه على حيواناته ليزيد انتاجها من الالبان، وتزيد نسبه اخصابها، ويزيد عدد مواليدها، ليتمتع حيوان الفلاح بصحه افضل نتيجه لعدم اجهاده في عمليات الحرث والتسويه والري. كل هذا فضلا عن ان تكاليف التسويه بالليزر تعتبر اقل من تكلفه التسويه بالطرق التقليديه، قياسا على زياده الانتاج المتوقعه في المحصول نتيجه للتسويه بالليزر. عزيزي الزارع، لا تتردد لحظه، اتجه الى اقرب مركز للماكنه الزراعيه واطلب الاستعانة بأجهزة تسوية بالليزر لتسوية أرضك. بالتسوية بالليزر تضمن أفضل ري وأفضل تربة وأعلى محصول بإذن الله.